يلا. صباح الخير مشاهدينا الكرام، بداية أخبارنا مع مسلسل الإقالات متواصل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أقال الفيحاء مدربه للمرة الثانية هذا الموسم بسبب تدني النتائج في الآونة الأخيرة. عصر بموسيلين المدرب الثاني عشر ضمن قائمة مدربين تم الاستغناء عن خدماتهم أو استقالوا، ونتعرف على أسمائهم سريعا. كثر الحديث عن أسماء سوف تترك القادسية في الوقت القريب، وخاصة ارتباط المهاجم هارون كامارا بالانتقال إلى الاتحاد، لكن رئيس النادي أجاب طلال الغامدي حول كل الشائعات. في ناس بيغادرون النادي؟ مثل ما استلمت أنا، أول ما استلمنا الرئاسة والإدارة والنادي يعني هذا أمانة، وأنا مؤتمن على النادي وحنا مكلفين ونعمل خدمة القادسية وخدمة النادي، وكان هدفنا واستراتيجيتنا ان ما نفرط في اي لاعب كان صغير او كبير، نجم مهاجم مدافع. وهذا اليوم الحمد لله ان شاء الله ننهي السنه ولا في اي لاعب طلع من القادسيه انتقل. عندنا لاعبين على مستوى عالي وفي مثلا يمكن تجيكم، لكن احنا هدفنا استقرار الفريق وان يكون الفريق قادر ان يعطي بالفترات القادمه باذن الله تعالى. ايضا لاعب الفيحاء عبد الله آل سالم تحدث عن وجود عروض من الاتحاد والنصر وعن اهم مطالبه. والله شوف، شرف لأي لاعب إنه يمثل نادي كبير سواء النصر أو الاتحاد، يعني هم اللي أيوة طلع كلام عليهم. هذا شرف لي في الأخير. هذا الموضوع عند وكيل أعمالي وعند أهلي، يعني هم راح يشوفوا إيش الأفضل لي، وما أعرف يعني هل ممكن يكون شيء أو ما يكون شيء. في الأخير أنا عقدي في الفيحة وباقي لي سنتين ونص، يعني هنا أو في مكان آخر، يعني في الأخير راح أقاتل إني أكون أساسي، لأني أتمنى أكون دائما في الملعب. أنهى رئيس نادي الرائد فهد المطوع إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي بنظام الإعارة قادما من النصر حتى نهاية الموسم الحالي، وعضو مجلس الإدارة يحدثنا عن جديد الرائد. إن شاء الله الصفقات هذه راح تدعم نادي الرائد خلال هذا الموسم الجزء المتبقي من الدوري، وإن شاء الله يوم غد راح يصل المهاجم الأجنبي بإذن الله لمدينة بريدة لإكمال عقد اللاعبين الأجانب في النادي، وبإذن الله أنهم يتوفقون مع النادي خلال الفترة المقبلة ليكونوا دعامة قوية لفريق الرائد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. نبقى مع أخبار الانتقالات، حيث أعلنت إدارة نادي الشباب التعاقد مع المهاجم الغامبي أبو بكر ستيف تراولي لمدة 3.5 أعوام قادما من الدوري الدنماركي. لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي رفضت الاستئناف المقدم من المتحدث الرسمي لنادي النصر عبد الله بن زنان القاضي بحرمانه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة عام وغرامة مالية قدرها 300,000 ريال. ننتقل إلى نتائج فرقنا العربية في دوري أبطال إفريقيا ضمن الجولة الثانية في دوري المجموعات، حيث تعرض النادي الإفريقي التونسي لأكبر خسارة من مازيمبي الكونغولي ب8 أهداف دون رد، وتغلب الوداد البيضاوي على لوبي ستار النيجيري بهدف. التعادل حسم لقاء شبيبة الثورة الجزائري مع فيتا كلوب الكونغولي، وكذلك تعادل الترجي التونسي مع أورلاندو الجنوب أفريقي، وسجل الأهلي المصري انتصاراً كبيراً على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة.